أتسمى الصغار من يجيك طعم، أتسمى حر، أتسمى عفور، يويك ظلما كذلك، أتسمى السعر، أتسعيم النار، وينكلك حرما. تيدي الصفات إقلاق نادي نيت إذا عاد في السلام إوا كلاب مسلمانيس أن يحصل تلموما. الإنسان المؤمن أيها الإخوة الأفاضل ذا العقل يسعون هذه الخصال ذكرينس سبعين ضعف المؤمن أن يخدم الخير يملك استخدام الشر. اسمعي والله في السلام أن يسعوا الحلم يسعى الخطر أن يعفو أن يسمح يوينك بثير المال. اسمعي والله في السلام أن يدفع وينك بثير جان زنا أن يلعب الصالح الكريم الإيمان يكمل يعني رب العالمين عز وجل. كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يغرس هذه الصفات صفات أهل الإيمان في قلوب المؤمنين كي يتحقق الأخوة الدينية التي قال بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الخصال الثلاثة الخصال أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. الخصال الثلاثة إلى قد التصفيص من العفو الإسلامي. لكن وكل الشيطان إبليس اللعين دائما يزدغ كل بني آدم. لذا أحد الصالحين أسمير يستشعر الحياة النفسية يتعيش ابن الذي الحياة يواري بعض الأشعار بين إذا جسنا الناس لا يوليم هذا يخدم لا أحسن خير يتسوف راس وحصير المال المزدر ويعلم حد يرغب الناس ما لم نثر الدمار أو يخدم للخير القاس. فاللي تنفس من بني آدم تهضر كتبه ليس من القلب ينس ما كنين دلناي برسي عداء يقول ذنتاني السلطان من الجوارح يجاوي في دولاك عشر سنة إني أسأولي لكم أيوني وذلك الدملاء أحسن خير يتسو خرس وأحسن من ما لم زر ويعني حكي بعض الناس ما لم بثر الدماء أو يخدم للخير الطاس يجو يقول إن يسألني لكم سعير الجار نمساس البليس البوليس ضلع ينادي الدليل نساس قرعي ربي في الله من عرض الشر والوسواس. إذا هذا القلب أيها الإخوة الكرام يوحدني مسلم العبد في مانيس أن يحسب المؤمن جلا الغلا بين كمال الإيمان ينس ينقص يخص ويفزع إلى قدر أن يسلم مانيس سني زلمي دينار مشرح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع عبر إيمانك أن تحصل شوف مصنع أسمى لك فوني فدني أكثر هنوي حملا حشر بذحنيني ما تغير السنة. الإنسان أن يسلم نسم زلبي ثلاث أمور أن تعفو عما ظلمك واحد ما عندش لي بروبليم معاه واش كاين كان غير الخير سهل تسمح له يجب أن تسمح لي تسمح له بس شكون اللي صعيب وراه المؤمن أنا في المؤمن ما يروح يوميك يا ظلمان يوميك يخدم الحاجة ديرير
أكيد فيها في تشيني ناس تفضلوا في الناس أسير ما عليش الموسم كريم أني سهل ربيع والحرام يفتح تضاني مالي ولاش الشركة مويهر أنا ذاكيا أن يرفض ربي سبحانه عز وجل المقام إليك وما زاد الله جل جلاله عبده بعفو إلا عزا تريد خلق النبي عليه السلام سل عفو ربي سبحانه يرفض الإنسان المؤمن يرفضيه يتعز الغرس وما زاد الله عز وجل بعبده عفوا إلا عزا يقرأ القرص الأحنف ابن قيس إذا لكين مرد يسيوان سيري دس تسحيت سيري دس أمال طنبو سيري سيوت الحاجة إذا لنرس الغيمان يستثاث الأمور إن دماء ودار العفذانية إن كان كيف سنعذل يوث المقامة يوث المكانة إن دكين ينقص المحار إذا دنوى نغفى عليه في الليل أفقد السمحة ما ولاث يصب في الليل يديك عليه في الناس أفرح ما أنشف في الناس ثلاثة الحوالج ما إلى يوان كتشيك عليه يلمان يرز يلمعريفة ويلعقل وتسعى نظارة ما تستحر المفلس الله يسمع أدي سهل ربي تتفضل عنه ما إلى يوان يصوب المنزل ينس أطرح ما أتشطر في الناس ما إلى يوان ثعثنا السمحة أتسيد معادلة يخدم الصالحين للعفو أن تعفو عن مظالمك وتعطي من حرمك وكل يوصل سيتينا السلعين هذا المضعف انتصار شو كان لعبنا لهنا الطف الدويراج لهنا الطف كيوكم فان يوقت أهل الصغير أدنى بتصار ربي سبحانه عز وجل إلى الألاع لعفي السلام ذوين ألاي السمحة وين أكني في ظلمين ونخل ظلم ألاع أدي سهل ربي إذا تعفو عن مظالمك وتعطي من حرمك لعبك يقصد اللي من عيش دي شيء الحاجة للأخرين ولكن شدي غاب وجه الله أسفك المن يا ربي عز وجل أدعي الله ربنا يرفع المقام إليك العفو الثلاثة والصلة الرحيم وتجد جلالة وليك إجال هذا مكان أتسير من أهل الإيمان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عندنا وسط جمع تبرعات إن شاء الله يمر بعض الشباب بالعقل يجمعون إن شاء الله نصيب من المال يرخص في جمع التبرعات المالية لفائدة الجمعية الدينية لمسجد قرية أهودي موسكي بلدية إفليس المومانو جمعية أهودي موسكي وسن إفليسيس جاري إفليس سنجمع إن شاء الله مادة يسارة والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن العمل